أبيك تحط التشكيلة التاريخية للنادي الأهلي من وجهة نظرك عبر العصور. للنادي الأهلي؟ آه للنادي الأهلي، لاعبين كلهم نادي الأهلي، سواء دلوقتي ولا من سنوات سابقة أو من يعني أي حقب سابقة. تاريخية، تشكيلة تاريخية، هذه تشكيلة عصام الحضري وتحط المدرب. يلا أحسن حارس مرمى مر في تاريخ النادي الأهلي من وجهة نظر الكابتن أبو ياسين. لا قلت لي خلاص هكتب، مش هكتب وأديها لك. لا لا أنت قول عشان نكتب معاك، لأن راح تطلع على الشاشة يعني، بس خلينا بالراحة إحنا نتكلم فيها. اكتب عشان ما تنساش. انت عايز نكتب يعني؟ اكتبها على اساس يكتبونها هم دلوقتي يعني. لو نحط يلا اول شيء راح تلعب مع النادي الاهلي باي رسم؟ تخش باي خطه؟ استنى بس خلينا نتكلم بصوت عالي. راح تلعب باي خطه؟ الرسم الصراحه انا بحب يعني بحب الطريقه بتاعت 3-5-2. ما اكذبش عليك عشان شحاته. بس تمام حلو. من اللي يمسك الجون؟ الله يرحمه كابتن ثابت البطل. كابتن ثابت البطل الله يرحمه، ثابت البطل في حراسة المرمى. التشكيلة التاريخية للكابتن عصام الحضري، يلا ثابت البطل في الباك رايت كابتن ابراهيم حسن. ابراهيم حسن باك شمال. باك شمال كابتن ربيع ياسين. ربيع ياسين اثنين في نص، اثنين سرد باكات. لا بس منو ال انا خلاص ما هنمشيها بقى. يلا هقول لك الثلاثة. يلا 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 محمود ابو الدهب مرة ثانية بس ما سمعت. كابتن محمود ابو الدهب. محمود ابو الدهب محمود ابو الدهب صعبة ها، ويلومون المدرب على اللاعبين. شو انت قلت التشكيله التاريخيه. اساعدك ولا ساعدني وانا اقول لك يعني. وائل جمعه عماد النحاس. لا هنحط وائل جمعه وعماد النحاس. مناصير الحضري. لا مهند الحضري. لا لا واحط التشكيله بتاعتي. لا انا عايز انا بكلمك دي حقيقه يعني دي حقيقه. هشيل ابو الدهب. لا هم احط الثلاث دول ابو الدهب سمير ابو الدهب وائل جمعه عماد النحاس. دول ثلاثة. ابو الذهب وائل جمعه عماد النحاس الثلاثه. الثلاثه اللي في نص الملعب. طيب الثلاثه في نص الملعب حلو. كابتن مجدي عبد الغني. مجدي عبد الغني. محمد شوقي الثالث طيب احنا هنحط الاثنين الفراوده الاول وبعدين يلا نحط الفراوده. يلا الكابتن حسام حسن. حسام حسن. عماد متعب. عماد متعب. خلاص يبقى احنا ناقصنا واحد بس. ناقصنا واحد في نص الملعب. مين؟ النص يعني خيارات كثيره. لا هو ما هو في خيارات كثيره. ما فيش ابو تريكه. الله يعني انت اخترت اللاعبين كلهم ولما احترت وقلت مفيش ما احترتش حطيت ابو تريكه. انا حطيت ابو تريكه ليه؟ لان ابو تريكه دي الحته بتاعته يعني. انا احط كابتن مجدي عبد الغني. انت كابتن مجدي عبد الغني. محمد شوقي. بيبو فين التشكيله التاريخيه؟ انا يا سيدي ما هو في كتير بس انت عايز التشكيله التاريخيه. حطيت لك اهو التشكيله التاريخيه اللي خلت من انت سالتني على 11 صح؟ ممكن يبقى في اختلاف في وجهه النظر. ممكن هذا المدربين دائما كده خياراتهم بتسبب اثاره للراي العام. واحمد فتحي وحش. احمد فتحي اهو ابو حميد. بركات وحش. لا كلهم لاعبين. جيربيرتو وحش. لا كلهم لاعبين. فلافيو وحش. فلافيو صح. فلافيو فين كتير بس انت عشان تختار 11 انت ممكن عايز 10. اخر واحد كان في ال 11 كابتن محمد بوتريكه مدرب النادي. شفت انت قاعد عامل ازاي؟ مدرب النادي. انت شفت قاعد مستنيين. قلت طب الكابتن خطيب هو هي دي هتقلل من الكابتن خطيب ان هو اتحط في ال 11؟ لا انا استغربت لان التشكيله التاريخيه تخلو من اسم الخطيب يعني مصطفى عبده فين؟ اديك انت قول لي مصطفى عبده. ما انا هجيب مين؟ ما انا 11 احطهم مين؟ في كتير. علاء ميهوب. الله والله ولا فكرتني بلاعبين. طيب ما علي والله العظيم انت. زين نشوف التشكيله التاريخيه جهزت يا شباب. خلينا نشوف والمدرب
مين مدربهم؟ مدربهم؟ آه. مانويل جوزيه. مانويل جوزيه. شفت كل. شوف لك حاجة. يا أخي. أنت لاحظت؟ قسما بالله يعني. أنت لاحظت؟ أهنيك. أنت لاحظت قلت إيه؟ أنت لاحظتني إن أنا إيه؟ يعني أنا ممكن أقول لي في أخي مش مانويل جوزيه. صح. ممكن ياخذك العناد. وبرغم قلت لك إيه؟ كل حاجة بتسألني بقول لك مانويل جوزيه. الراجع التشكيلة. يلا كابتن ثابت البطل في حراسة المرمى. ووائل جمعة. عماد النحاس. عماد النحاس، أبو الذهب. وبس قولوا الأسماء مو مبينة عندي بشكل واضح. ربيع ياسين، إبراهيم حسن، النص محمد شوقي، مجدي عبد الغني، قدامهم محمد أبو تريكة، والفراودة حسام حسن وعماد متعب، المدرب التاريخي لهذه التشكيلة التاريخية، تشكيلة عصام الحضري، الكابتن مانويل جوزيه. حلو حلو.